الناس الجدة 60 مرة امبارح. امبارح غير النهاردة. يا بابا انت هتديها حقنا خلصنا. يا ابني دي مسؤولية. والعلم حضرتك لما نوصل هنركن العربية المعفنة دي بعيد عن بيت ام نوال، مش عايز فضايح. السعر من العربية. روح خد لك تاكسي. أنا مش رايح. أنا آسف. اتفضل. اتفضل بقى يا بابا. يلا. يلا حبيبي. شفت ده يا خالتي؟ حتة ألماس تمنها 10600 جنيه هتاكل منك حتة. الله منين كده يا واد؟ ده ألماس. ولو اني ما بحبش البس الألماس عشان الحسد باللازم منه، لكن هلبسه بقى والحري صلى. رايحة فين يا نواه؟ رايحة كوافير. بابا يا ماما في سلامة يا حمدي؟ مفيش. الله يسلمك يا نونة. انت رايك يا خالتي في موضوع الخطوبة ده؟ يا اخويا انا ماليش رأي، الرأي رأي بشندي، لو وافق يبقى انا موافقة، موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب. وبشندي دخله ايه في الموضوع ده؟ لا 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 اوعى تخبط، دول اهل الطلع والمستخبي، تروح في 60 داهية. عندك حق، يبقى بشندي هو الحل. ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح. ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ مشاري واسع. هتلاقي أمك اللي جايبها لك. يا راجل يا حمار استنى عليا أنا حوريك. أنت رزق ليه يا أخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، مشاريع واسع قدامك. أنا حمار؟ طيب أقل واجب لما تخش عليا الدخلة دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربية المولد اللي أنت راكبها دي مش عاجباك العربية؟ تبقى حمار. بابا حمار وسيق. يا بابا مش عاجبك العربية يا شباب؟ ما كترش الكلام هتفتحي. خليك انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش الكلام. خليك بعيد عشان الجاكيته ما تكرمش. انت لازم تتربى ده. وريني رخصك يا بابا تتطحن. انا اتهرس لحد ايه؟ ايه انت بتدي لك على ايه؟ ايه ده 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 يا تيمور. تيمور لا كان معاه واحد قصير بس انت عارف راح فين. ابو سامي اتفضل. يا بابا بابا انت تيمور يا انا للاسم. تيمور يا بابا. اخبار الخلانوسه ايه؟ مش سافره بس انا اعرف انها في اسكندريه وطنطا. مش سافره بره مصر. لو كانت موجوده هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بامرها. خدي ورش شويه الميه على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. مش بره. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزه؟ عامله ايه معاكي لوزه يا ست هاني؟ حلوه يا اخويا زي الفل. ما تتخيرش عنك. ايش بره البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما يا ماما جايه لك يا نوال. ايش 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 بره 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 بره. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده والله، ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا. بابا احنا نخش الزباله دي. مش زباله، انت عارف فتفوق فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني. خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش، يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر.
الله انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تعالى ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي باين على وش حضرتك، انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريت بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا الطرب ده فقلقنا شويه. لا ده بشندي بشندي بشندي، ده بركه البيت. زي ما يا بابا يا حبيبي يا ابني، انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بيننا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. احرقني يا حبيبي، ما رتتيش علينا يا هارب. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار، نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال، بنت نوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك، ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدلة؟ انت لسه شفتي حاجة؟ مبهورة بالبدلة دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منورة ما شاء الله. قمر بدري منور. بدل استر من عيني يا عم، احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما ردتيش علينا يا هارم، الولد قلقان. انا لسه ما جايش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجي لك الرد، تليفون بيتنا عند بنتك هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا. يلا يا بابا ما تتكلمش في حياتك. ولا كلمه قدام. يلا معلش يا عمي انا اسفه. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جنين. احنا عائلتنا في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي، ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. أنا قلت والله إنه لا يجوز. الولية حماتك دي دماغها ضربة. يا بابا أنا مالي ومالها، أنا أتجوز بنتها. بابا إحنا بقالنا ساعة بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه أنا ومرحومة أمك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك حبيبي. أنا لما كنت عاوز أبسط أمك وأفرفشها وأدلعها كنت أعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور. كل يا ابني. داخل على جواز محتاج ترم عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا، بس بجد من زمان. والحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع ترابيزه. ايه ربنا يخليك يا بابا، بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي ثمنه فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك ممكن بعد الخطوبه بعزم نقول امها هنا؟ امها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه. انت عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحة فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي، انت والله انت بتهلس. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. امسك بس. هم يا قدامي يا باشا، ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بستعملها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس
داخلين على العشوه الظريفه دي يا بابا. ان شاء الله تعمل لنا على الغدا بكره صينيه كلاب. يعني انت اكلت لوحدك؟ ما انا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي اتفضل. يوعى اتفضل. اتفضلش يا عمي. انا فوده 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 ايه وزفت ايه؟ ايه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ ناقصكم انا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشله دول؟ هيصيع مع الفشله دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ فوق انا اموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه اطلع هات الكونترباس. ليه؟